السابعة مساء من أونلايف، أهلا بكم. أقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون ورشح المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA مايك بومبيو خلفا له، كما أعلن ترشيح جينا هاسبل على رأس وكالة الاستخبارات. وأكد ترامب أنه اختلف مع تيلرسون بشأن الاتفاق النووي مع إيران، فيما أرجع مسؤول أمريكي قرار ترامب لرغبته في تغيير فريقه قبيل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية. أدان الوفد الأمني المصري استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله مؤكدا على استمراره في غزة، مواصلا الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. واعتبرت الخارجية المصرية أن أي محاولة لوأد جهود المصالحة ستبوء بالفشل. وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطيني قد تعرض لهجوم لدى دخوله قطاع غزة أسفر عن إصابة 7 من مرافقيه ونجاته. هذا وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس مسؤولية الهجوم. قال الجيش الروسي إنه سيرد على أي ضربة أمريكية على سوريا وسيستهدف أي صواريخ ومنصات إطلاق تشارك في مثل هذا الهجوم. وأكد رئيس الأركان الروسي أن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر. قال وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودريا إن المخاوف التركية بشأن أمن حدودها لا تبرر عملياتها العسكرية وتوغلها العميق في منطقة عفرين، مؤكدا اعتراف بلاده بالدور الأساسي الذي قام به الأكراد في استعادة الرقة. وأكد لودريا أن مكافحة الإرهاب هي السبب الأول لانخراطنا العسكري في الشرق. شكرا للمتابعة، بعد قليل أمان الخياط وما بين السطور.